السلام عليكم. أيوة، أنا عايزة أسأل حضرتك عن الاعتداء اللي بيحصل أثناء النوم، اللي احنا بنقول عليه الجاسوم، بيحصل اعتداء نتيجة سحر معمول، هل ده احنا بناخد عليه وزر؟ لا، ليس عليك وزر. وبعدين لازم في نقطة، أن هذا الجاثوم الذي يسميه الناس في بعض الدول الكابوس، الذي يعتري بعض الناس عند نومهم، له عدة أسباب، له عدة أسباب. هو في سحر لا وان انا يلزم، شايفه عفوا، لا مفروشه بس وحصل عفوا، لي اعراض كتيره، بس لسه في أعوذ اعتداء بالله من بيحصل لي في الشيطان النفس، الرجيم. اعتداء جنسي. يا أختي اصبري علينا، هذا الشيء الجاثوم له عدة أسباب، الأطباء يعرفون كثيرا منها. إذا كان ثم شيء من الشيطان فترقي نفسك بالمعوذات، وقل هو الله أحد عند النوم، وأذكار النوم من وأذكار الليل من آيات الكرسي، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، تقرأي الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة مع سائر الأذكار، والله خير حافظا وهو أرحم مش وزر الراحمين. يا شيخنا من اللي بيحصل من الموضوع ده، انا ما اقسمش عليه. لا، ليس عليك إثم. جزاك الله خيرا. طيب.